شباب مساء الخير. أنا أتمنى طبعا كلكم تكونوا كويسين وبخير في الظروف الصعبة اللي احنا فيها دي. للأسف احنا الأيام دي مش هنعرف نتقابل، ويمكن المسألة تطول أكتر من كده كمان وما نقدرش نتقابل لآخر الترم. الحقيقة لسه مش متأكد يعني، بس هي الموضوع ملهوش ملامح. فطبعا ده هيأثر شوية على الكونتنت اللي كنا عايزين نوصله لكم واللي أنا كنت رسمه عشان أوصله، لكن برضو إحنا مش هنسكت وهنحاول بقدر الإمكان إننا نتعلم على قد ما نقدر يعني. بالذات إن مادة البي في تكنولوجي زي ما أنت عارفين مادة في غاية الأهمية، وهي يمكن من أهم المواد اللي عندكم. أنا كنت قلت لكم قبل كده هم 4 مواد مهمين، بي في تكنولوجي كنت تيجي في المرتبة الأولى، هي والويند انرجي كونفرجن اللي انت تاخدوها السنه الجايه باذن الله، والسولار ثيرمال، والماده الرابعه طبعا اللي هي الباور سيستم، واحنا يمكن خلصناها واعتقد ان احنا خدنا الشويه المهمين اللي فيها يعني. المهم احنا هنتواصل مع بعض عن طريق المحاضرات واللي هنسجلها على فيديوهات وهنرفعها زي ما انا بعمل دلوقتي كده، وبرضو هنحل الشيتات وهنبدأ نرفع حل الاساينمنتس على المودل. واحنا يمكن عملنا كده السنة اللي فاتت في مادة الالكتريك انجينيرينج، فاحنا عارفين ازاي، انا عارف ازاي هعمل ده على المودل وانتوا عارفين ازاي هترفعوه. بالنسبة للامتحانات واعمال السنة وكده ما تخافش، احنا هنعمل الامتحان على شكل كويز على المودل، وهتفق معاكم قبليها ازاي هنمتحن وهنظبط الموضوع كله مع بعض. ما تقلقوش من الناحية دي خالص يعني، كل حاجة هتبقى واضحة جدا بالنسبة لكم بخصوص الموضوع الامتحان ده. وزي ما قلنا الريبورتات والشيتات هتبقى على شكل assignments انت بتحله وبترفعه، وطبعا يفضل بقى خلاص ما فيش داعي للكتابة يعني، يفضل انك تعمل الحاجات كلها على الكمبيوتر، بحيث ان احنا يعني كل شغلنا هيبقى على الكمبيوتر الايام الجاية. خلينا نكمل في الموضوع اللي احنا كنا بدأنا فيه. احنا كنا بنتكلم عن البي في في الاول، عن الخلية، يمكن قعدنا مرتين كاملين نتكلم عن السيل والموديول والاراي. اخر مره اتكلمنا بالتفصيل عن المونوكريستالاين والبوليكريستالاين والسيم فيلم، ويمكن تبحرنا في الموضوع يعني، وكنت طلبت منكم انكم كمان تقروا عنه زياده اكتر واكتر عشان تجمعوا معلومات اكتر عنه. النهارده بقى نبدا نتكلم عن السيستم كله. بي في سيستم مش هو بس الخليه، بل بالعكس يعني الخليه تعتبر هي الحاجه اللي مفيش فيها تطور كتير قوي بقدر ما الأجهزة اللي حواليها يعني. دي الكومبوننتس يمكن اللي بتبقى موجودة في البي في سيستم. طبعا السولار بي في اري وده اللي اتكلمنا عنه زي ما قلنا، بقى في حاجة اسمها سان تراكر معاه. طبعا سان تراكر مش شرط يكون موجود زي ما هنتكلم عنه النهارده بس في آخر المحاضرة، ويبقى في تشارج كنترولر جواه الماكسيمم باور بوينت تراكر، وبيبقى فيه كمان الباور كونديشننج يونت اللي هي الانفرتر يعني، واحيانا بيكون فيه انرجي ستورج سيستم واحيانا لا حسب الحاجه للموضوع، وبنغذي حمل من الاحمال. طبعا الرسمه دي اللي يبدو عليها ان هي اوف جريد سيستم او سيستم مش واصل بالشبكه زي ما هنتكلم في السلايدز الجايه. خلينا كده بسرعه كده قبل ما نخش في تفاصيل كل جهاز من دول نتكلم بشكل عام عن الاهميه بتاعه كل كومبوننت من دول. طبعا السولار بي في ار هي الخليه، هي اللي بتحول السولار انرجي لالكتريك انرجي. سان تراكنج ميكانيزم، يمكن ان دي بتبقى زي مواتير لو طبعا موجوده يعني، بتخلي الخلايا تتبع الشمس. في منها انواع واشكال كتير هنشوف بقى هنتكلم عنها في اخر المحاضره زي ما قلنا. الماكسيمم باور بوينت تراكر اللي هو اللي بيبقى موجود جوه التشارج كنترولر، كان احنا اتكلمنا المره اللي قبل اللي فاتت عن الماكسيمم باور بوينت، وان دايما في كل ساعه من ساعات التشغيل بيبقى فيه ماكسيمم باور. الماكسيمم باور بوينت تراكر هو دايما بيخليك تشتغل عند الماكسيمم باور بوينت في الساعه دي ازاي، عن طريق التحكم في الفولت والتيار، هندرسها المره الجايه الاسبوع الجاي. انفرتر طبعا، وده اللي بيحول الحمل بتاعنا من دي سي لاي سي، وبيظبطه بالطريقه اللي اللود محتاجها، عايزها 3 فيز او سنجل فيز.
برضه هندرس تشغيله وفكرته ببساطة بدون دخول في تفاصيل كتير فيه المرة الجاية برضه، لأن هو جهاز بالدرجة الأولى جهاز باور الكترونكس. وعلى فكرة هو جهاز الماكسيمم باور بوينت تراكر اللي موجود في التشارج كنترولر ده جهاز باور الكترونكس، إلا إننا هنتكلم عن الجزء اللي يهمنا فيه، فما تقلقوش يعني حتى لو حد ما كانش فاهم باور الكترونكس احنا هنوضح له المرة الجاية. يبقى في بروتكشن سيستم، وأي الكتريك سيستم بشكل عام لازم يكون فيه بروتكشن سيستم يعني. طبعا ليه؟ علشان خاطر يحمي النظام اللي هو بتاع البي في ده والاجهزه والحاجات اللي فيه، خصوصا ان اغلبها حاجات الكترونيه ومعرضه انها يحصل لها تلف يعني لو اتعرضت لجهد عالي او حتى لو درجه حراره عاليه او لتيار عالي يمر بيها. فلازم يكون فيه بروتكشن سيستم علشان يحمي الاجهزه الحساسه دي. وطبعا اكتر ناس بتشغله وبتبقى مسؤولة عنه اللي هم الناس اللي هم بتوع البروتكشن زي فيكرت كده لما شفناه الترم اللي فات يعني. وساعات بيبقى فيه انرجي ستورج سيستم وساعات لا، ساعات مع الاوف جريد سيستم، وساعات بيبقى فيه اوف جريد ما فيهاش، وساعات حتى كمان يحطوه مع الاون جريد سيستم حسب الريلابيليتي بتاعت الشبكة ساعتها. طبعا هدفه الرئيسي بيبقى ان هو يخزن الطاقة، ووجوده من عدمه بيعتمد على نوع الحمل اللي احنا بنغذيه وعلى التشغيل نظامه ايه، اون جريد او اوف جريد. بشكل عام البي في سيستمز ليها تو مودز اوف اوبريشن زي ما كلنا بنتكلم وزي ما قلنا 100,000 مره قبل كده، جريد تايت او ستاند الون. جريد تايت يعني اون جريد سيستم، يعني بي في سيستم بتاعك واصل بالشبكه يعني بيرمي كهرباء على الشبكه. ده له برضه كذا شكل يعني، بس في الغالب انت ما بتستخدمش مع ستورج زي ما احنا موضحين هنا في الكلام، او بيبقى ستاند الون سيستم، سيستم مش واصل بالشبكه وبيغذي حمل في مكان غالبا مكان بعيد، فاحنا عشان كده مش قادرين نوصله بالشبكه، صحراء او وات ايفر. وفي الغالب انت بتبقى محتاج معاه ستورج لان زي ما انتوا عارفين مفيش شمس بالليل، وبيسموه اوف جريد سيستم. خلي بالك من المسميات بقى، جريد تايد هي اون جريد، ستاند الون هي اوف جريد. ساعات الناس تكتب كده او كده، فانت طبعا ده تخصصك الدقيق زي ما قلت قبل كده، ولازم تكون المسميات دي عارفها وفاهمها كويس جدا. طيب ده يمكن الجريد تايد سيستم زي ما انت شايف بي في، وده الدي سي ايزوليشن بتاعها والانفرتر حولها الاي سي وبيغذي بقى الحمل، والباقي بيروحوا مبعتينه علشان يروح للشبكه عن طريق الميتر زي ما انت شايف، وده الحمل اللي هو بيغذيه. طبعا الميتر ده بيحسب الفرق بقى ما بين اللي هو بيسحبه من الشبكه واللي هو بيديه للشبكه. طبعا كل ما كان بوزيتيف، بوزيتيف يعني اللي انت بتديه للشبكه اكتر من اللي بتسحبه، كل ما هتبدا تكسب وتعمل بيزنس من البي في. في ناس بتعمل كده، في ناس بتعمل كده فعلا، بس اللي عايشين اغلبهم في فيلل مش في عمارات عاديه زي اغلبنا. ده الستاند الون سيستم. يمكن بي في سيستم زي ما انت شايف كده هو مش واصل بالشبكه وبيغذي احمال معينه موجوده في مكان معين، او واصل بالشبكه بس شبكه بتاعته شبكه ضعيفه، فيسموه هو ستاند الون سيستم مش جريد تايت سيستم يعني، او شبكه جزئيه. عشان ما نتلخبطش وعلشان يبقى المسمى واضح بالنسبه لنا، احنا دايما في دراستنا اتليست في المرحله لغايه 3 اسابيع كمان هنعتبر ان الستاند الون سيستم اللي مش واصل بالشبكه، اللي هو بس بيغذي الحمل وهم موجودين في الصحراء في مكان اساسا الشبكه مش واصله له. خلينا نفترض الفرد ده عشان نقدر نشتغل في المستقبل مع بعض بنفس الفكر يعني. طيب ده الستاند الون سيستم تاني زي ما بوضح لك فكرته، بي في اري والماكسيمم باور بوينت تراكر اللي بيبقى موجود في التشارج كنترولر، والباور كونديشننج يونت اللي هي الانفرتر، وده اللود اللي هو بيغذيه، وده الانرجي ستورج سيستم، وده يمكن الساند تراكر لو موجود طبعا. ماشي، ده ابسط شكل ليه. بي في الشمس طبعا نازلة عليها، تخش على تشارج كنترولر هيروح يخزن في البطاريات، وبرضو بعد كده بيروح الانفرتر بيحولها للاي سي عشان يغذي احمال الاي سي. البطاريات طبعا تعتبر دي سي باور لود، يعتبر لود هو بيشحنها.
هو احنا بالليل خلاص الموضوع ده كله مش موجود، والفيلم كله ما بين البتري بطاريات يعني والانفرتر والاحمال الاي سي بتاعتنا. يمكن ده السيمبل كونفيجريشن، مفيش هنا تراكر بقى ولا اي حاجه، ده الفيري سيمبل كونفيجريشن. اي كونفيجريشن او اي سيستم وقد ايه واشتريه ازاي ودرجات الامان اللي انا محتاجها، طب هجيبه في ستورج ولا لا، طب هحط سان تراكر ولا لا، كل الحاجات دي اجابتها لما اعرف نوع اللود اللي عندي ايه وادرسه كويس. حقيقة ان دراسة اللود هي اهم خطوة في انك تجيب سيستم يشتغل بطريقة ناجحة معاك. ليه؟ لأن اللود اللي أنت أساسا عشانه جايب السيستم. يمكن الكلام ده مش معروف قوي وهتلاقي أغلب الناس مش عارفاه. اللود بيتقسم نوعين، نان ديفيرابل لود وديفيرابل لود. إيه النان ديفيرابل لود ده؟ نان ديفيرابل لود يعني الباور بنسبة كبيرة قوي ما ينفعش تتقطع عن اللود، تمام؟ عشان كده اقول لك نان ديفيرابل، غير منقطع. ديفيرابل لود معناها ان احنا مش لازم نغذي الحمل في وقت ثابت معين. يعني انا عايز مثلا اشهر حمل مشهور بالديفيرابل لودز اللي هو الووتر بامبينج، مش لازم تعمل ووتر بامبينج دلوقتي، انت ما عندكش باور كفايه اعمله كمان شويه، فاهمني؟ ده يسموه ديفيرابل لود. نان ديفيرابل لود زي مثلا بيت، ما ينفعش ان احنا مش هندي كهرباء للبيت الشويه دول، صعب لو في واحد قاعد جوه، طب ما هو لازم ياخد الكهرباء، تمام؟ ماشي، ده اكزامبل كده الايزوليتد سيستم بيغذي نان ديفيرابل لود زي ما انت شايف كده. بيت او مصنع او وات ايفر، حمل او مستشفى. ما احنا هنشوف ان النادي فرق اللود فيما بعد بيتقسم لانواع تانية. بي في سيستم من غزي ده دي فرق اللود زي ما بقول لك ووتر بامبنج، مش لازم تعملها في وقت ثابت، اعملها في الوقت اللي انت عندك باور فيه. خزن دلوقتي الميه البي في اللي موجوده ببطاريات، وبالليل بعملها او اعملها كمان ساعه وات ايفر. يعني احنا مش مزنوقين في وقت معين ان احنا نغذي الحمل ده، ده يسموه ديفيرابل لود. طيب النان ديفيرابل لود بقى اللي هو ما ينفعش تقطع عنه الكهرباء غير لفترات قليله، والفتره القليله دي هي اللي خلته يتقسم تقسيمه تانية. ايه التقسيمه بقى بتاعته؟ في نان اسينشال. نان اسينشال يعني ايه؟ يعني ممكن الكهرباء تقطع عنه لمدة معينة تعتبر فترة طويلة بالنسبة لنا في علم الكهرباء، مش بشكل عام، لأن احنا حكاية الفترة دي بتاعت انقطاع الكهرباء احنا بالنسبة لنا فترة طويلة يعني ساعة أو أقل. ساعة دي فترة طويلة بالنسبة لنا، ساعة قاطع فيها الكهرباء دي فترة طويلة، ده يسموه نان اسينشال نان ديفيرابل لود. في essential non deferable load ده ما ينفعش تقطع الكهرباء عن الحمل ده غير فترة قليلة قوي، غالبا هي اقل من دقيقة. كلمة فترة قليلة قوي بالنسبة لنا هي اقل من دقيقة. في critical load زي المستشفى، انت ما ينفعش تقطع عنه الكهرباء خالص، مش مسموح بالموضوع. فدي انواع ال non deferable loads. non essential ممكن يقطع فترة طويلة ساعة مثلا، essential اقل من دقيقه، كريتيكال ما ينفعش يقطع خالص. طيب ازاي نتعامل مع الموضوع؟ بشكل عام هتلاقي ان هو مقسم لك الخريطه دي بيزد على نوع الحمل وعلى جريد او اوف جريد سيستم. هتلاقي هو النان ديفيرابل لود دي انواعه لو انت عندك الاوف جريد سيستم. طبعا يفضل ان انت تكون معاك بطاريه، ودي التفاصيل او الانواع بتاعته اللي قلناها. ديفيرابل لود اللي انت ممكن تغذيه في اي وقت، غالبا بيبقى معاك بطاريه عشان تخزن فيها وتبقى تعملها في اي وقت، تبقى تخزن تشغل اللود ده في اي وقت. الاوف جريد سيستم لا، انت
ممكن يبقى معاك بطارية، طبعا ده يديك امان اكتر، وممكن ما يبقاش معاك، بس تبقى عامل السيستم قوي ومتأكد انه هيشغل لك اللود بتاعك. في اغلب الاحوال طبعا في الاوبجريد سيستم انت بيبقى معاك انرجي ستورج سيستم، بطاريات، بالذات لو انت بتعتمد على البي في بشكل جد، يعني مش بس حاططها كده زيادة، يعني ان في ناس برضو بتحطها زيادة. تمام. جريد كونكتد سيستم ساعات بيبقى ايزوليتد جريد او يوتيليتي جريد. يوتيليتي جريد اللي هي الشبكة اللي في مصر اللي هو يوتيليتي جريد. ايزوليتد جريد ساعات بتبقى في منطقة كاملة كده مع بعض هي عاملة جريد، دي يسموها ايزوليتد جريد. تمام. ايزوليتد جريد يعني ساعات انت تحتاج معاها انرجي ستورج لو هي مش ريلايبل قوي. لو انت واصل بالشبكه كلها والشبكه بتاعتك قويه زي اليوتيليتي جريد كده على مستوى العالم، طبعا بتكلم مش مصر يعني، لا انت مش محتاج الانرجي ستورج. وعلى فكره حتى مصر دلوقتي ما اعتقدش ان بقت الكهرباء بتقطع فترات تستحق او بمعدلات تستحق ان احنا نحط انرجي ستورج سيستم لو احنا هنوصله اون جريد. الموضوع ده هيجي دراسته بالتفصيل الايام الجايه. تمام. فكده اول حاجه اتكلمنا عليها كانت اللود، قسمناه وعرفنا بنقسم ازاي. التقسيمه دي مهمه، والحقيقه ان الناس مش عارفاها وبتلخبط فيها. ارجوك انك تركز في الفيديو ده، ويمكن من مميزات الاونلاين ليرنينج انت ممكن تعيد اللي انا قلته لك ده كذا مره. وغير اللي انا قلته لك، انا كمان هبعت لك البرزنتيشن دي من غير فيديو، هرفعها لك على المودل. طيب نيجي الكومبوننت كمان نتكلم عنه النهارده اللي هو السولار تراكر. يمكن السولار تراكر اساسا فكرته مش ان هو بيستخدم مع البي في، بالعكس هما لما عملوه كان اساسا بيستخدم مع السي اس بي، زي كده المرايات اللي موجوده في الجنينه اللي قدام الكليه عندنا اللي انت شفتها اللي هي مش شغاله دي، فيها تو اكسس سولار تراكر. طيب ايه قصته؟ هو الفكره كلها ان احنا عايزين البي في تتبع الشمس بحيث ان هي تكون بيربنديكولار او بدرجه، يعني درجة سقوط الشمس تقريبا موازية للخلية، مش موازية، سوري، عمودية على الخلية، أو تبقى أقرب ما يكون إنها تكون عمودية. عشان كده بدأوا يعملوا ما يسمى بالسولار تراكنج ميكانيزم. طبعا الماكسمايزيشن بتاع الانرجي اكستراكشن هو ده الاوبجيكتيف منها، هو عايز يطلع من البي في اكبر كميه ممكنه من الطاقه. ايه الانواع المشهوره؟ طبعا هو في منه انواع مشهوره كتير، مش بس الثلاثه دول، بس دول الويل نون اللي هما دايما الناس كلها تتكلم عليهم. هو له صور مختلفه، في فيكسد اكسس. فيكسد اكسس يعني ثابت ما بيتحركش اصلا، زي ايه؟ زي اللي موجود في السطح عندنا في الكليه، او ما وريتكم انا فاكر لما طلعتوا معايا، لا ثابت ما بيتحركش خالص. في وان اكسس يعني بيتحرك بس يعني يا نورس ساوث او مشواء او ايست ويست. غالبا وان اكسس ده بيتحرك ايست ويست زي ما هنشوف بالتفصيل دلوقتي. النوع الثالث تو اكسس. تو اكسس يعني بيتحرك نورث ساوث و ايست ويست. طب بيتحرك ازاي؟ اللي بيتحرك ده بيتحرك عن طريق مواتير. خلينا نشوف كل نوع شويه بالتفصيل يعني. طبعا الفيكسد اكسس طبعا هو النورمال تراكنج مود، يسميه ان هو فيكسد مود، هو ثابت في الطبيعي. انت لما بتركبه في اغلب المشاريع بتركبه عشان يبقى ثابت زي ما هو راكب عندنا فوق، وزي ما موجود في كذا مكان، احيانا مش كتير بتلاقيه ان هو بيتحرك. طبعا انت بتحطه فيسنج ساوث في النورثن ريجون بتاع الارض. تمام. بتحطه بتلت انجل زي ما هو موضح هنا في النقطه الثالثه. تلت انجل دي غالبا بتكون اللاتيتيود بتاع السايت، يعني انت عامله في مصر عند لاتيتيود تقريبا 26 درجه، يبقى هتحطه بميل 26 درجه اللي هي التلت انجل، اللي هي لما طلعنا فوق قلت لكم هم عاملين لها تراكنج مانيوال، هم حاطينها على 30. طبعا حاطينها على 30، 30 اقرب ما يكون ل 26 درجه يعني، عشان احنا اللاتيتيود بتاعنا 26. ده الفيكسد اكسس، بتجيبها وبتحطها بتلت انجل معينه وخلاص. طيب في وان اكسس تراكنج، ده بيحرك اكس واحد بس، طبعا بيحركه عن طريق موتور زي ما هو واضح في الصوره هنا كده، غالبا بيبقى دي سي موتور. طبعا
بيتعمل ازاي الموضوع؟ انت بتركب الخلية بتلت انجل برضو اللي انت كنت حاططها في النوع اللي فات، لو هي في مصر هتبقى 26 او 30 درجة، تمام؟ وتبدأ بعد كده تخليه يتحرك من ناحية الايست والويست، مش النورث والساوث، الايست والويست. ازاي كده اهو، بص في النهار الصبح بدري بيبقى عامل ازاي، كده بيبقى اتنون الساعة 12، وكده في الافتر نون اللي هو بقى الساعة 1 و2 و3 لغاية لما الشمس تغيب، يقعد يبعد كده عن النور لغاية لما بيعمل كده اهو. هو ليه بيتحرك كده؟ وكده بيتحرك ايست ويست، ليه بيتحرك كده؟ طبعا علشان يبقى دايما بيربنديكولار مع الايه؟ مع الشمس. تمام. في تو اكسس تراكنج اللي هو النوع الثالث بقى والاخير ده، فيه موتورين، واحد اتنين، واحد بيحركه نورث ساوث والتاني بيحركه ايست ويست. طبعا واضح ان اكبر كميه من الطاقه انت ممكن تستخرجها لو استخدمت التو اكسس. طب وليه مش كل الناس بتستخدمه؟ الموضوع مكلف شويه، وده سؤال بقى انت هتحله لي وهتقول لي على اجابته في الريبورت بتاعك اللي هتقدمه لي الاسبوع ده ان شاء الله. طبعا الناس عندها وقت بقى، واحنا اساسا من مصلحتنا ان احنا ما نخرجش كلنا، تمام؟ فالمطلوب من سيادتك انك تقول لي ازاي كل نوع من دول بيأثر في الافشنسي وبيأثر قد ايه، وتجاوب لي على السؤال ده كمان المهم اللي هقوله لك دلوقتي، هل المكان بيفرق فيه درجة التأثر قد ايه؟ دور في الموضوع ده، وعايزين في ريبورت قوي كده نشوف اجابة الحكاية دي ايه. طبعا الموضوع ده still under research برضه، يعني لسه في ناس بتعمل فيه شغل بحث علشان يشوفوا effect ال efficiency قد ايه بالسولار تراكنج. بس يبقى زي ما اتفقنا assignment هيبقى انه في ريبورت انت هتعمله الافكت بتاع السنتراك على الافشنسي. الحاجه الثانيه، احنا دلوقتي عندنا شيت 1 خلصناه، المفروض شيت 2 عايزين نحل فيه لغايه مساله رقم 14 او سؤال رقم 14. احنا مخلصين كده شيت 1 كله، ومخلصين في شيت 2 لغايه نمره 14، وهنكمل بقيه الشيت المره الجايه لما نخلص المحاضره الجايه، تمام؟ طبعا الحاجتين دول هيتقدموا قبل الخميس الجاي، احنا انا هرفع لك مكان انك ترفع الاساينمنتس عليه، لكن انا هيبقى دوري ان انا اقرا الريبورت اللي انت عامله، وسيد هيلم الشيتات بتاعتكم، بس طبعا لازم انت ترفع الحاجتين يعني. انا متشكر جدا، وارجو انكم تسمعوا المحاضره دي بانتباه يعني، وانا هبعت لك برضو المحاضره نفسها كبي دي اف علشان تعرف تقراها وتشوف الصور لو انت عايز، وتعيد زي ما انت عايز ونفسك تفهم يعني. لو قصدوا اي حاجة انا كده كده هنتفق على ميعاد اقابلكوا فيه عن طريق زوم. زوم ده ابليكيشن ممكن ننزله ونتقابل فيه. لو قصدوا اي حاجة برضو مش محتاج تستنى، ممكن تبعت لي على الماسنجر، على الواتساب، احنا في جروب ممكن نتكلم عليه، ممكن تكلمني في التليفون، مفيش اي مشكلة خالص، ايميل اللي انت عايزه. المهم انا عايز ان الموضوع اللي احنا فيه ده ما يأثرش على فهمك لمادة البي في تكنولوجي. شكرا.